اهلا بيكم، عاملين ايه؟ تقدر تقول انه ما يحدث في العالم الان اقرب لمصطلح ثورة العواصم. ثورة العواصم يعني انه الجماهير في عواصم كثيرة جدا في العالم تخرج رأي عام، يخرج مش بس من الجاليات العربية اللي موجودة في أوروبا، لكن يقف جنبها إلى جنب المواطنين الأصليين. المظاهرات اللي بتحصل في لندن ليست فقط الجاليات العربية، وإنما عربية زائد إنجليز زائد لما تيجي حتى تشوف الناس تقدر تميز أن هناك من الهنود والباكستان ومن الدول الآسيوية المختلفة يقفون جنبا إلى جنب نصرة القضية الفلسطينية ووقف هذا الاعتداء الوحشي على قطاع غزة، واللي بيتنافى بالكلية مع أي قانون إنساني معروف وأي عرف إنساني مفترض أن احنا نتعامل به. نفس القصة هتشوف كل هذه المظاهرات في أكثر من عاصمة قرار داخل الاتحاد الأوروبي أو حتى خارج بعض دول الاتحاد الأوروبي. كذا الحال هتجد ثورة العواصم أيضا تطال بعض المناطق والولايات بالولايات المتحدة الأمريكية مش بس واشنطن. لكن لما تحب تشوف يعني إيه دولة لديها ازدواجية في المعايير وازدواجية الأحكام والكيل بعشرات المكيالات أو المكاييل، لازم تشوف إنه مثلا على سبيل المثال ده مثلا من لندن، يعني ده على حس ما احنا كنا بنتكلم أو على خلفية حديثنا، تقدر تقول انه بالمصري كده ترمي الملح ما ينزلش على الارض من كتر ما الناس واقفه. دول مش بس الجاليه العربيه في لندن، دول ناس من مختلف الجنسيات يقفون لنصره الانسانيه اللي هي عمليا وقف اطلاق نار في غزه. احنا مش بنتكلم على انه عمليه امبارح هديت شويتين النهارده، احنا بنتكلم على قرار دولي مبني على اجتماع طارئ للجمعيه العامه للامم المتحده صوتت فيه الاغلبيه بالوقف الفوري لاطلاق النار. لما تشوف الاسرائيليين نفسهم من اهالي الأسرى بتوعهم اللي موجودين في فلسطين أو اللي موجودين في عهدة كتائب القسام أو حركة حماس أو المقاومة الفلسطينية وهكذا أحب أن أسمي الأمور، بيتظاهروا قدام السفارة المصرية في تل أبيب بيطالبوا مصر بالتدخل. ده الدور المصري، الدور الذي يساوي بين البشر، الدور الذي ينظر إلى القيم الإنسانية كيفما يجب أن ينظر إليها بالقانون الإنساني بالقوانين وبالأعراف الدولية. هكذا ننظر للجميع. مصر بتلعب دور شديد الأهمية شديد التاريخية في أنها بتقود المجموعة العربية حتى نصل لما وصلنا إليه الأمس، ولسه وهناك العشرات من الخطوات اللي أكيد مصر لسه هتقوم بيها. احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين وطن حقيقي للفلسطينيين بدولة مستقلة. احنا واضحين في الحدود وبنقول حدود ما قبل 4/6/1967 والعاصمة هي القدس الشرقية، عاصمة الاراضي وعاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة. احنا بنقول انه لا تهجير للفلسطينيين خارج اراضيهم باي حال من الاحوال، لا لمصر ولا لغير مصر. احنا بنقول انه لا تصفية للقضية بأي حال من الأحوال. احنا بنقول انه للشعوب الحق في تقرير مصر. احنا بنقول انه احنا على الأقل عاوزين نوصل لهدنة إنسانية حتى يلتقط الفلسطينيين مش أنفسهم، أرواحهم. احنا لدينا مصيبة اسمها ضرب تقريبا كل المستشفيات في القطاع تقريبا. احنا بنتكلم على ضرب المدارس، ضرب منظمة الأونروا وقتل الكثير من الموظفين فيها. احنا بنتكلم على اكتر تقريبا من 7000 ل8000 شهيد جراء ما قامت به قوات الاحتلال بمنتهى الوحشية تجاه غزة. طب نص العدد ده اطفال، يعني ما يقترب من 4000 طفل قتلوا أمام العالم، والغرب إما صامت
وإما ملتبس الأفكار. أي التباس؟ كيف تلتبس الأفكار عندما يتعلق الموضوع بوضع إنساني؟ بتلتبس إزاي؟ طب بنقيسها إزاي؟ طب فين الميزان اللي بتقيسوا بيه؟ قولوا لنا طيب إيه المعيار؟ مفيش. هتفضل مصر والمجموعة العربية بتقوم بخطواتها شديدة الأهمية وشديدة التأثير. أنا عايزك تتذكر إذا كنت بتتابع امبارح الجلسة العامة الطارئة للأمم المتحدة، في كام كلمة اتقالت، وارجع لتقريبا أظن كانوا 120 دولة اللي وافقوا على قرار أو اللي رجحوا قرار وقف إطلاق النار في القطاع. أعتقد أنه على الأقل 90% من المتحدثين كانوا يذكرون الدور المصري صراحة، اللي هو إيه؟ اللي هو أن احنا عاوزين نوصل إلى عملية سلام شاملة وعادلة نهائية قائمة على ما قبل 4 يونيو 1967. زي ما كنت بقولك، دي وجهة النظر المصرية. انظر إلى الوضع في مصر جيدا عندما تجد الدولة والشارع الاثنين بيتكلموا نفس اللغة، واقفين في نفس ذات المربع. مصر زي ما قال الرئيس النهاردة دولة قوية جدا جدا. النهاردة الرئيس كان بيقوم بجولة تفقدية في المعرض الدولي للصناعة على هامش افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، ودي يمكن الدورة الثانية بتاعته. أجرى الرئيس حوار مع طلاب المدارس الفنية المتخصصة عن دراستهم والاستفادة منها والتخصص لكل طالب وكيفية الاستفادة من الدراسة في سوق العمل. حلو، أنا جاي لك في الكلام عشان الكلام مش بعيد، أصبر اتقل زي يقولك كده التقل صنع. الرئيس خلال الحوار ده أكد على أهمية الذكاء الاصطناعي، أكد على اهتمامه الكبير بالصناعة التراثية زي الكليم والسجاد والنحاس وغيرها من الصناعات التراثية المصرية والمعروفة، وشدد على أنه جاهز لتطوير أصحاب هذه الصناعات التراثية بشكل كبير، خصوصا أصحاب هذه الصناعات اللي كانوا بيواجهوا صعوبات خلال الفترة اللي فاتت. هتيجي تقولي وإيه علاقة ده؟ أقول لك الآتي. رئيس الدولة، رأس الدولة يذهب في جولة تفقدية لمعرض كبير جدا، المعرض الدولي للصناعة، بيتكلم مع الصناع وصغار المصنعين والمصنعين المتوسطين وما إلى ذلك. إذن الإشارة هنا إيه؟ أو الرسالة هنا إيه؟ البلد مستقر جدا. ده بعد كده لما جه الرئيس اتكلم في كلمته وقال إحنا بلد قوي جدا. طيب هذا المؤتمر، هذا الملتقى الصناعي، هذه اللقاءات، هذه الحوارات، الاهتمام بتطوير الصناعات، إلخ إلخ إلخ، الرسالة منها هي بلد مستقر جدا، بلد ماشي في الخط والطريق بتاعه اقتصاديا بمنتهى الثبات، احنا عارفين احنا واصلين لحد فين وهنوصل لحد فين، النقاط بتاعتنا مفهومة، أو محطات، مش محطات التوقف، محطات الانتقال بتاعتنا اقتصاديا مفهومة ومعروفة وعارفين هنعمل ايه. بس أنا عايزك تسمع جزء من كلمة الرئيس ونرجع نكمل كلامنا. أنا في النهاية، أنا في الأول في المرحلة اللي أنا فيها دي، الـ الـ الهدف الأكبر هو أننا الصناعة اللي تكافئ يعني تغطي احتياجات السوق المصري. وبالمناسبة لما تيجي تقول لي 35 مليار دولار قيمة التصدير بتاعي، أقول لك طب مستلزمات الإنتاج اللي فيهم كام بالدولار؟ لأنك أنت لو النهاردة قلت لي أنا مستلزمات الإنتاج اللي فيهم بالدولار 30 مليار على سبيل المثال، يبقى العائد اللي تحقق بالنسبة لي من كل اللي احنا بنعمله ده 5 مليار دولار. أنا بتكلم لما تيجي تقول لي 35 مليار دولار، يبقى دول كلهم أو نسبة كبيرة جدا منهم بتتعمل داخل مصر، وده اللي ممكن تعمله الشركات أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ده أمر في منتهى الأهمية. إذن أنا ببغي في المرحلة الأولى إن ألبي طلبات السوق المصري من كل شيء، مش بس في الصناعة، من كل المنتجات وكل المطالب، ثم إن أنا يكون
المكون المحلي في أي صناعة بتتعمل بتزيد بشكل مستمر. احنا بنبذل جهد كبير جدا عشان نخفف ونهدئ من حالة يعني الاقتتال اللي موجودة في القطاع، وبنبذل جهد عشان المساعدات الإنسانية كلها تخش. وهنا لازم يعني أسجل كل الشكر وكل التقدير للدول التي قامت بإرسال مساهمات ومساعدات إنسانية، وبرضو مهم قوي إن احنا نبذل جهد ونضغط عشان كل المساعدات دي تدخل بحجم يتناسب مع حجم الطلب اللي جوه، حجم الاحتياج اللي موجود جوه القطاع. احنا بنتكلم في 2.3 مليون، النهاردة احنا بنتكلم في حصار كان موجود قبل كده وبرضو بقى اشتد جدا في المية والوقود والمواد الغذائية والمواد الطبية والكهرباء كمان، فالاحتياج ضخم جدا. وبالتالي ما افتكرش ان نقدر نحدد ده بعشرين شاحنة او 60 شاحنة او 100 شاحنة، لا، هو اي حجم من الشاحنات اللي ممكن يدخلها للقطاع امره في منتهى الاهمية دلوقتي. طيب، في حديث شديد الوضوح من فخامة الرئيس، مش بس أمام الحاضرين ولكن أمام الكل، يعني لكل المتابعين سواء إذا كانوا في الداخل أو في الخارج، حول الدور المصري وما يحدث، سواء إذا كان في كلام الرئيس حول الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وادعي الوقف إطلاق النار في غزة، مسألة خطورة اتساع نطاق الصراع إلى آخره. خلوني هنا أخذ معايا على التليفون بكل ترحيب الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس تحرير الشروق. طبعا اهلا بيك يا استاذ عماد. اهلا يا استاذ يوسف، تحياتي ليك ولكل الساده المشاهدين. تحياتنا ليك استاذ عماد. يعني كلمه الرئيس النهارده كانت شامله جامعه، وكان حديث فيها على الاقتصاد المصري ومستقبل الصناعه المصريه من جهه، وايضا حديث بالتاكيد عن ما يحدث في غزه والدور المصري، واشار الرئيس بجمله واضحه جدا: مصر دوله قويه ذات سياده لا تمس. كيف رأيت واستمعت لكلمة الرئيس النهاردة؟ أولا أجدد يعني أهلا وسهلا بيك وكل السادة المشاهدين. أنا أظن الرسالة الأساسية النهاردة اللي فهمتها، أنا كنت موجود في القاعة، اللي هي طمأنة المصريين. الرئيس السيسي كان يريد طمأنة المصريين، وقال ما معناه أنني أتابع ما يكتب وأتابع وسائل التواصل وأشعر بقلقكم، لكن أقول لكم اهدأوا، ركزوا، لا تخلقوا، البلد في امان. ودي رساله في منتهى الاهميه، يفترض ان تكون قد وصلت لاي شخص. والشعور القلق انا اظن انه كان شعور طبيعي جدا بالنظر الى كل ما تردد وقيل من اول بدايه العدوان الاسرائيلي حتى صباح الجمعه حينما سقطت بعض المخطوفات والاجسام الغريبه فوق نويبع او طابا. وبعض المصريين طبعا شديد القلق على ممكن التطورات التي تحدث في المنطقة في المرحلة المقبلة، خصوصا فكرة اتساع الصراع، وده شيء حذر منه الرئيس السيسي أكثر من مرة. رسالة الطمأنة رسالة في غاية الأهمية لكل مصري. مصر ده ذات السيادة لا تمس، موجهة للجميع بالمناسبة، جميع من يفكر في انتهاك السيادة المصرية. وبطبيعة الحال يعني لا أريد أن أفسر أكثر من ذلك، لأنه هناك أطراف بطبيعة الحال تريد توسيع يعني الإسرائيليين يريدون الاستفراد بغزة، يريدون تدمير غزة عن بكرة سبيح، يريدون تهجير الفلسطينيين إلى من غزة إلى سيناء ومن الضفة إلى الأردن. وهناك أطراف أخرى ربما تسعى إلى محاولة التدخل لتخفيف العبء على الفلسطينيين في غزة. رسالة الرئيس كانت واضحة، يعني جمع بين حاجتين فيما يتعلق بغزه. الجزء الاول هي رساله الطمانه، والجزء الثاني هي ان مصر تواصل بذل الجهود السياسيه. وبطبيعه الحال لا يمكن الافصاح عن تفاصيل بشان هذا الامر من قبل السيد الرئيس، لانها امور ما زالت قيد التحضير، وبدانا نسمع تفاصيل من اطراف اخرى بما فيها الاطراف الاسرائيليه التي تتحدث ربما عن يعني مباحثات للافراج عن الاسرى. والمقاومه الفلسطينيه اليوم اعلنت بوضوح انها عرضت مقترحا بمبادله كل سجناء كل سجنائها في السجون الاسرائيليه الاسرى غزه. ارى انه لا يمكن ان نفصل هذا الامر عن الرساله الاخرى المتعلقه بالاقتصاد.
لأنه رسالة الاقتصاد هي أيضا امتدادا لمسألة رسالة الطمأنة العامة التي يتحدث عنها الرئيس. بالضبط، لأنه بعض الناس يا يوسف النهاردة حد يعني زميل عزيز بيقول له هو كان المفروض كان في هذه الاحتفالات، بقول له بالعكس، يا ريت عندنا كل يوم معرض وملتقى اقتصادي وشركات اقتصادية صناعية ومصانع تطلع، لأنه ده أفضل بالمناسبة، ده لا يقل أهمية عن أن يبقى عندنا جيش قوي، يبقى عندنا سلاح قوي، بمعنى أن أنا كل مكان لو أنا عندي كل يوم مصنع يعني معناها أنه بيشغل أيدي عاملة، يعني معناها أنه في تقليل عدد البطالة، تقليل حجم الاستيراد، زيادة في حجم الصادرات، مزيد من العملة الصعبة، أمن قومي في الصميم. وبالتالي النهاردة الرئيس تكلم بتوسع، شجع الناس اللي طلعوا، النماذج اللي طلعت على المسرح النهاردة وتكلمت عن المشروعات والمبادرات بتاعتها بالشراكة مع مبادرة إبدأ. والرئيس كان الكلمة تقريبا الأساسية اللي قالها لكل الذين صعدوا على المسرح، نحن أو الدولة مستعدة لدعمكم بكل ما يمكنها من أجل زيادة حجم ما تقومون به. وتطرق أيضا إلى جزء وهو يرد على اقتراح المهندس محمد السويد رئيس اتحاد الصناعات فيما يتعلق ب شأن فقط مدى إتقان العمال العمال أو الموظفين أو العميل عموما لعملهم. إحنا كدولة وكل الأجهزة المعنية والوزارات والهيئات المدارس والجامعات هل هي معنية برفع مستوى وكفاءة العامل أو الطالب أو كل من يعمل؟ وكان جادا في هذه الكلمة أنه بطبيعة الحال ما يعنيه أنه هناك حاجة شديدة جدا لتكثيف العمل في هذه الجزئية، لأنه لا يمكن الحديث عن نهضة حقيقية بدون عناصر يعني قوة عاملة مدربة ومؤهلة وكمان عندها حب للبلد، حب بالبلد. صحيح، أنا بشكرك جدا جدا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. طيب هنرجع مرة تانية للكلام اللي كنا بنقوله حول غزة، وهرجع له من خلال كلمة فخامة الرئيس مباشرة. أنا عايزكم تسمعوا الكلمة اللي بيتكلم فيها عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعوتها للهدنة ووقف الاقتتال في غزة. طيب خلونا نشوف الرئيس قال إيه وهنرجع هنكمل الكلام. محتاجين قوي نسجل بتقدير القرار اللي طلع من الجمعية العامة امبارح بعملية وقف الاقتتال والتهدئة أو الهدنة. ده مهم قوي، لأن طبعا حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد يكون لي يعني قد نندم عليه بعد كده عندما تخرج الأمور عن السيطرة، وده أمر أنا يعني برضو بسجله هنا وبحذر منه. امبارح كان في طيارات مسيرة دخلت وتم إسقاطها أي مكان، المكان اللي هي جاية منه. أنا حذرت قبل كده من إن اتساع نطاق الصراع ليس في مصلحة المنطقة، والمنطقة كده هتبقى عبارة عن قنبلة موقوتة تأذينا كلنا. عشان كده بقول من فضلكم مصر دولة ذات سيادة، وأرجو إن احنا كلنا نحترم سيادتها ومكانتها. وهنا الكلمة اللي حولها دي ملهاش معنى يعني تباهي أو تماهي، مصر دولة قوية جدا لا تمس، مصر دولة قوية جدا لا تمس. طيب ده حديث الرئيس على مسألة الجمعية العامة للأمم المتحدة وهذا القرار الداعي لوقف إطلاق النار في غزة. هنا بيجي السؤال، طيب ومتى يتم تفعيل هذا القرار؟ وقد يأتي سؤال لاحق عليه، وماذا بعد تفعيل هذا القرار؟ يعني سيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار اللي بنتمنى أنه يحدث واللي أظن أنه هيحدث. معنا على التليفون الولايات المتحدة الأمريكية فيرجينيا دكتور عمرو صلاح الباحث بكلية كارتر للسلام جامعة جورج ميسون والزميل الزائر بمعهد دراسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور عمرو. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف وشكرا على الاستضافة.
احنا اللي بنشكرك جدا على قبول الاتصال، ومهم عندنا ان احنا نسمع رؤيتك لما يحدث الان في غزة تحديدا ما بعد القصف اللي تم ليلة امس، ثم قرارات الامم المتحدة او قرارات الجمعية العامة والذي لم ينفذ حتى الان. يعني انا رايي انه احنا قدام تحدي رئيسي، وهو الهدف منه وهو اطلاق النار في هذه الفتره. اظن انه يعني ده ملف فيه اكتر من دوله عربيه شغاله عليه، بما فيها دوله زي قطر فيما يتعلق بمفاوضات الاسره، لكن كمان فيما يتعلق بمصر في محاوله لاقناع كل الاطراف، وتحديدا على الصعيد الدبلوماسي في محاوله لاقناع كل الاطراف بضروره وقف اطلاق النار وضمان انه تدخل المساعدات. لكن اظن انه الاهم والذي نحتاج ان نفكر فيه طبعا، وهو على نفس درجة أهمية إيقاف هذه المأساة الإنسانية والقتل اليومي والتهجير وغيره، لكن مهم كمان إن احنا ننظر أظن للمدى البعيد لما بعد وقف إطلاق النار. وهذا هيحدث سواء بعد أسابيع سواء بعد أشهر، ولكن السؤال ماذا بعد؟ وأنا أرى أنه بينما كل العالم دلوقتي منشغل بفكرة وقف إطلاق النار، لابد إن احنا كمان يكون لنا تفكير فيما هو قادم. وهنا كمان يمكن أنا سمعت كمان حضرتك وأنت بتعرض حديث الرئيس السيسي النهاردة، لكن كمان أظن أن المهم التفكير والإشارة إلى ما قاله تحديدا في قمة القاهرة. وأظن أن مصر طرحت مبادرة كاملة، وهي مبادرة متوازنة جدا، وأنا رأي أنها يعني عند تصويتها بشكل جيد هذه المبادرة يعني سيكون لها منطق كبير لدي أطراف فاعلة. مبادرة قايمة على فكرة وقف التصعيد ضمان تدفق المساعدات، لكن الأهم هو أنه فور وقف إطلاق النار أنه تبدأ تاني مفاوضات حل الدولتين، سواء عن طريق عقد مؤتمر دولي أو سواء بتركيبات أخرى جزء من جوهرها هو فكرة تقوية السلطة الفلسطينية كممثل عن الشعب الفلسطيني. أظن ده اللي احنا محتاجين نطرحه. أظن ده ممكن كمان يحظى بتوافق، احنا لما شفنا أغلبية الأعضاء في الأمم المتحدة بتصوت نحو هذا القرار، فده بيقول إن أنت لديك حلفاء قد يؤيدون هذه الفكرة وهم متمسكين بفكرة حل الدولتين، زي عدد من البلدان الأوروبية كثيرة، زي الأمم المتحدة نفسها، زي عدد كبير من البلدان العربية واللي ليها تأثير إقليمي ودولي. يعني أنت تتحدث عن قطر وتركيا لهم تأثير على حركة حماس، السعودية والإمارات لها تأثير على الولايات المتحدة، مصر لها تأثير إقليمي وهي الشريك في عملية التفاوض على مدار عقود. وبالتالي فأنا أرى الأهم ما يعني على نفس درجة الأهمية، مش الأهم الذي يجب أن ننظر إليه، ما بعد وقف إطلاق النار وكيف يمكن أن نعيد مجددا المفاوضات حول حل الدولتين، لأنه من غير ده احنا هنفضل نعود في نفس دائرة التصعيد والتصعيد المضاد اللي كل شوية بتتجدد واللي شفناها المرة دي على نطاق واسع وكبير. طب دكتور عمرو، إلى أي مدى ترى الحكومات الأوروبية حتى في ظل تباين وجهات نظرها وحتى يمكن عدم استقرارها على قرار نهائي، كيف ترى أنها تتقبل المبادرة المصرية اللي أشرت ليها من خلال قمة القاهرة للسلام، وهو الجلوس لتباحث حل الدولتين، كيف يرى الأوروبيين ذلك؟ أنا أظن أن قدر كبير جدا من الأوروبيين هم متوافقين مع جوهر ما طرحته مصر. وبالمناسبه واحنا هنا واحيانا بشوف انه في خطا حينما نتحدث عن الغرب بشكل عام، لان الغرب ده مش حاجه واحده. انا اظن ان مواقف عدد من الدول الاوروبيه هي مواقف تاريخيا هي كانت متوازنه، هي مؤيده لحل الدولتين، وحتى في الفتره الاولى بعد هجوم 7 اكتوبر لو يمكن حصل انه في عدد من البلدان هي ادت دعمها لاسرائيل، لكن انت بتتحدث عن غالبية البلدان هي مع حل الدولتين. انت لما بترجع وتفكر في حاجة زي أوسلو ومدريد، صحيح انه بيل كلينتون كان هو يعني من اطلق التوقيع على هذه الاتفاقية، لكن هي نتاج لوساطات الاوروبيين النرويج والسويديين ودول الاسكندنافية، وقبلها وساطات فرنسية، وقبلها وساطات ايطالية وانجليزية. وبالتالي انا شايف انه الاتحاد الاوروبي تحديدا او عدد كبير من البلدان الاوروبية هي قد تكون حليف محتمل. ممكن يبقى يعني البعض دلوقتي يعني قد يكون متعاطف مع اسرائيل نتيجه ما حدث، لكن على المدى البعيد انت حلفائك او حركتك الرئيسيه يجب ان تكون عن طريق اوروبا. بلس وزائد انه امريكا وان كان يعني بدا موقفها مخيب لامال كثيرين يعني في الشارع العربي، لكن انا كمان لا اظن ان هذا الموقف هو دائم. الموقف في البدايه بدا داعم
تحديدا بعد تغطية الإعلام الأمريكي لهجمات 7 أكتوبر وفكرة أن شاهد قتل المدنيين، كمان في حديد أن أمريكا حليف استراتيجي وأنه في انتخابات أمريكية قريبة وبالتالي بايدن ليه حسابات انتخابية وغيره. لكن عن ناحية ثانية احنا بنشوف الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة في مظاهرات ضخمة بيقودها يسار وتقدميين أمريكان، وبالمناسبة جزء منهم يهودي يطالبون بوقف هذه الحرب. وبالتالي انا شايف في فرصه، ولكن هذه الفرصه يجب انها تستغل بشكل استراتيجي. نحن لا يجب ان احنا نتعامل مع الغرب على ان هو حاجه واحده، وان احنا كمان محتاجين نشوف الموضوع بالمدى البعيد، وان احنا يجب ان احنا نكون حاضرين بقوه فيما يتعلق بعقد مؤتمر دولي للسلام، ضروره العوده الى المفاوضات، الاحتياج لتقويه السلطه الفلسطينيه، ونحتاج كمان ان نخط بالجميع والعالم كله وتحديدا في بلدان زي امريكا بصوت عاقل، لأنه الحل سيكون حل دبلوماسي، صوت عاقل. مصر أنا رأيي أن مصر طرحت مبادرة متزنة جدا ومنطقية جدا، ورئيس النهاردة أكد على ضرورة أن الناس الله تنصاف وراء رد الفعل، ولكن ما نحتاج إلى أن نسوق هذه المبادرة ونقنع بها عدد من الفاعلين في السياسة الأمريكية. صحيح الحالة دلوقتي ممكن يبقى فيها مشاعر غضب بسبب مشاهد 7 أكتوبر وغيره، لكن هذه المشاعر هتخفض وهتقل، ودي طبيعة جولات التصعيد، وهيكون قدامنا فرصه ان احنا يعني نحاول ان نسوق هذه المبادره. طب دكتور عمرو، اخيرا ومش عايز اطول عليك، ولكن كباحث متخصص في الحروب والنزاعات وما بعدها تحديدا، هل بتعتقد انه يعني او كلنا نعلم جيدا انه القرار النهائي بالولايات المتحده الامريكيه ليس ملكا للبيت الابيض، وانما هناك دوائر اخرى لصناعه القرار، منها سنت هاوس، منها الكونجرس، منها ايضا التينك تانكس او مراكز الابحاث السياسيه، والولايات المتحده الامريكيه تمتلك مجموعه من نخبه هذه المراكز، هل بتعتقد انه قد يكون هناك قبول ما لمبادرة السلام المصرية على خلفية قمة القاهرة للسلام؟ انا بس مهتم بحاجه جد مهمه جدا، هو ان احنا كمان نحن لا نتحدث عن حركه حكومات فقط. يعني انت حضرتك استاذ يوسف، انت يعني لست مذيع مهم فقط، لكن انت كمان عضو في البرلمان، واظن هناك اصوات كثيره في البرلمان المصري او حتى من النخب السياسيه المصريه هي كمان حتى ممكن يبقى عليها دور، لان الدور هو مش بس فكره دور حكومات، لكن فكره لما نتحدث عن فكره دبلوماسيه المسارات الثانيه او الدبلوماسيه الشعبيه، كلنا علينا دور وانتم ايضا عليكم دور، وانا اتمنى ان انتم يعني حتى على صعيد البرلمانات وعلى صعيد اعضاء البرلمانات انه يبقى في تحرك على هذه المسارات. ثاني، المبادره المصريه ليس ميزتها انها مبادره مصريه، المبادره المصريه ميزتها انها تحوي شيء منطقي. كي نسوق هذا الشيء المنطقي اظن ان احنا محتاجين نتكلم مع الجميع، نتحدث عن ان احنا لا نريد انتقام، ونحن ضد قتل المدنيين، ونحن نرى ان الحرب شيء دار، ونحن نرى انه التصعيد يخسر منه الجميع وتتحمل كلفته اجيال واجيال. فعلينا دور، على حضرتك دور، وعلى اعضاء البرلمان دور، ويا ريت حتى كمان ان الواحد يشوف يعني ناس حضرتك وزملائك من البرلمان المصري او حتى من المفكرين ونخب مصريه تبقى موجوده في الخارج وفي بلدان زي امريكا، وتاتي لتتحدث لدى مراكز الابحاث وتتحدث مع السناتور واعضاء الكونجرس بصوت عاقل، قايم على فكره ان الحل هو حل تفاوضي، قايم على انه الحل حل سلمي، قايم على انه هناك حاجه لضروره فورة ان تسكت المدافع، يعني انه تبقى في مفاوضات لحل الدولتين، قايم على ضرورة تقوية الأصوات المعتدلة في الشرق الأوسط، وإلا هنبقى بندور في نفس هذه الدوائر. ثاني، نحن الأمر ليس متعلق بمين طرح المبادرة، لكن جوهر هذه المبادرة وده اللي حضرتك وغيرك تقدروا تعملوه يعني. أنا بشكرك جدا يا دكتور عمرو، كل الشكر للدكتور عمرو صلاح الباحث بكلية كارتر للسلام جامعة جورج ميسون، والزميل الزائر بمركز دراسات الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية، كل الشكر. الكلام الحقيقة اللي قاله الدكتور عمرو صلاح الحقيقة مش هقول لك يعني يحمل الكثير من المنطق، لأنه أنا أرى أنه يحمل كل المنطق ده بما لا شك فيه. المبادرة المصرية هي تلقى قبول دولي تحديدا عند دول أوروبا بالتحديد، اتفق معاه جدا على الفصل ما بين أوروبا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية في المواقف وفي الخطوات وما إلى ذلك، وبالتالي عندنا مبادرة
مصر لحل سلام نهائي شامل وعادل قياما على حل الدولتين بحدود ما قبل 4 يونيو 1967، هذا حل مقبول لدى الأوروبيين. الحكومات الأوروبية أصبح لديها شيء من التقبل، بالتأكيد أفضل من القبول في الداخل الأمريكي، سواء إذا كان على مستوى بيت أبيض، كونغرس، سنت هاوس، مراكز البحث والتفكير ما بين قوسين اللي بيسموها ثينك تانكس إلى آخره. إذن المبادرة المصرية مقبولة من مصر باعتبار أن مصر هي الوسيط النزيه الدائم، لديها الخبرة الأطول في هذا التفاوض، ده مما لا شك فيه، الخبرة الأطول والأعمق برضو مما لا شك فيه بهذه القضية، وهي قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة، هي الوجه الأكثر قبولا لدى الأوروبيين والوجه الأكثر قبولا لدى الأوساط الأمريكية، خاصة عندما نتحدث عن مراكز الأبحاث السياسية والوسط البرلماني الأمريكي. نهينا عن أنه المبادرة كمان زي ما ذكر الدكتور عمرو هي مبادرة شديدة المنطقية، يعني مش بس مقبولة لكونها خارجة من مصر الوسيط النزيه صاحب الخبرة الأطول والأكثر عمقا، ولكن لأنها أيضا هي المبادرة المنطقية لإيجاد حل نهائي لهذه القضية. إذن المطلوب دلوقتي هو تفعيل وقف إطلاق النار طبقا لله قالته الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلساتها الطارئة. ولازم هنقعد نفكر بصوت عالي، يعني ومن له سلطة وقف إطلاق النار؟ ده سؤال مهم. سلطة وقف إطلاق النار بالتأكيد تأتي من المعتدي في الحالة دي، اللي هو مين؟ الكيان الصهيوني المحتل. ومين اللي يقدر يقول الاحتلال وقف إطلاق نار، أو على الأقل يهدد برفع دعمه أو رفع يده؟ مجرد التهديد، مفيش حد هيرفع إيده عن إسرائيل خالص. الأوروبيين يقدروا يلعبوا دور، ما هوش محدود بس ما هوش كبير، عشان بس نبقى منطقيين. تفضل واشنطن مع وجود حملتين طائرات في المنطقة وفي البحر المتوسط، انتوا عايزين تهدئة ولا مش عاوزين تهدئة؟ ده سؤال مهم، يا يا لا. هل هم موجودين علشان يضربوا في المقاومة؟ في تصوري ده مجرد دعم، دعم أدبي، دعم معنوي بس. احنا معاكم ما تقلقوش، احنا في ظهركم ما تخافوش. وفي نفس الوقت هي رسالة ايضا للداخل الاسرائيلي اللي هو لا تقلقوا، ورسالة ايضا لدعم بنيامين نتنياهو في كل ما يقترف من فظائع وسخائم. عايز تاخد لقطة من هذه المذابح؟ اقول لك، فلسطينية تفقد اسرتها بالكامل في غزة قبل ما تتخرج من كلية الطب جامعة المنصورة جمهورية مصر العربية. دي صورتها مع والدها. الدكتورة هلا خالد خريجة كلية الطب جامعة المنصورة مصر، أهلا بيكي وقلبنا معاكي مما لا شك فيه. دكتور هلا. أيوة حضرتك معاك. يعني أنا مش عارف أقولك أهلا بيكي بقدر ما أقولك إنه قلبنا وعقلنا معاكو ودمنا واحد ومعاكو. إيه اللي حصل يا دكتور هلا؟ دكتور هلا. أيوة أنا عارف الخط مش واضح. ايوه يا ريت علي صوتك. حاضر، انا بعلي صوتي. عايزين نعرف ايه اللي حصل. الحمد لله اهلي انا استشهدوا، ان والدتي ووالدي وثمانيه من افراد اسرتي في صاروخ ضيع كل تعب سنيننا، والحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواب، نحتسبهم عند ربنا سبحانه وتعالى شهداء. متى تم قصف منزلكم؟ 12 أكتوبر.
تم قصف المنزل بما فيه كلهم، كل من كانوا داخل المنزل. ايوه بالظبط. وفقدت اسرتك بالكامل، الوالد الوالدة الاخوة والاخوات. ايوه بس بقي لي يعني اخ واحد. ربنا يديهم الصحة. يعني اذا فكرت هلا بالعودة للارض، هل ستجد بيتا؟ احنا ممكن ما نجد بيت، بس احنا رح نعود لانه هاي ارضنا بالاول وبالاخر، واذا كان ما فيش بيت ولا في اهل، بس كل غزة كل فلسطين تعتبر اهلي، يعني اكيد العودة حتمية علينا، وبالعكس هاد فخر إلنا، يعني الحمد لله ربنا اصطفاهم، يعني احنا الحمد لله لا نبكي استشهادهم، يمكن بنبكي من مرارة الفقد بس شوقنا إلهم، بس الحمد لله احنا اهل القرآن وعارفين انه هم احياء عند ربنا، وهي قضيتنا وهي قضية كل انسان، يعني احنا انخلقنا عشان ندافع عن هاي القضية والحمد لله. اعمار اخواتك واخواتك اللي استشهدوا كانت كام؟ 30 29 الأعمار، في حدود هاي الأعمار. الله يرحمهم جميعا، نحتسبهم عند ربنا سبحانه وتعالى شهداء، وبإذن الله بإذن الله هترجعي لأرضك زي ما قلتي، هو مش بس بيتك، كل فلسطين هي أرضك، ولك كل هذا الحق، والعودة قادمة قادمة بأمر الله سبحانه وتعالى. احنا يعني بنسأل ربنا سبحانه وتعالى ان هو يصبرك، وان كان ليكي كل الفخر بانه اهلك شهداء عند ربنا، ويا رب يا رب يحفظ اعمار وحياة الباقين. شكرا جدا ليكي دكتور هالة خالد الدالي، خريجة كلية الطب جامعة المنصورة جمهورية مصر العربية. طيب بتقول لي عم يوسف، مين اللي قال ان في حاملتين طائرات في البحر المتوسط بتوع الولايات المتحده الامريكيه؟ يقول لك احنا بدانا الاول بالحامله جيرارد فورد، ودي اللي اتحركت فور عمليه طوفان الاقصى ذاهبه الى السواحل الفلسطينيه. وبعدين جو بايدن اعلن عن انه هناك المزيد، وكان في وعد بانه هيبعت لهم يو اس اس ايزنهاور، فوصلت الحقيقه يو اس اس ايزنهاور تقريبا من حوالي 12 او 13 ساعه، فتصبح طائره حامله الطائرات الثانيه للبحر المتوسط. فاحنا بنتكلم على وول ستريت جورنال، مش هقول لك حتى الصحافه المصريه او الصحافه العربيه، الامريكان يعلنون ذلك صراحه امام العالم ان هم باعتين عمليا حاملتين طائرات للبحر المتوسط، تحديدا شرق المتوسط. البعض هيسال يا جماعه حملات الطائرات دي وكل هذا العتاد الأمريكي بجانب آلة الحرب والقتل الصهيونية، كل ده علشان المقاومة الفلسطينية؟ لا، المسألة أكبر، المسألة أفدح. جزء منها هو مخاطبة الرأي العام الصهيوني من الداخل للطمأنة، جزء منها هو مخاطبة بنيامين نتنياهو وحكومته الأكثر تشددا وتطرفا ووحشية في تاريخ الدولة المتوحشة نفسها، بأنه اطمئنوا نحن بجانبكم. وجزء منه هو تهديد للمنطقة بالكامل، لا تحاولوا أن تفكروا، مش لا تحاولوا أن تفكروا مباشرة، لا مش لا تفكروا، لا تحاول حتى مجرد التفكير في أنك أنت تعمل حاجة. الأمريكان والصهاينة بالمناسبة يعني فاهمين يعني إيه وحدة الساحات، ومتخوفين من وحدة الساحات. طيب أمريكا خايفة من اتساع رقعة الصراع؟ قطعا، مهماش عبط. مين بقى اللي واخده كل الآثام؟ الجانب الصهيوني، فيظن انه هو قادر على الحسم طول الوقت، عنده ظن، مع انه ما بيكملش اكتر من 51 يوم وبعدين بيروح نزل على ركبه. موتوسيكلات وخفاش، وزمان رجعوا بالبيجامات. التاريخ بيقول كده.
وبالمناسبة وتاريخ المقاومة الفلسطينية تجاه الاعتداءات الصهيونية وهذا الاحتلال برضو بيقول كده. عشان بس نبقى متفقين ده التاريخ. هم بقى سياسيهم متحدثيهم يصولوا ويقولوا زي ما هم عايزين. هم بنوا خط بارليف نزلناه بخرطوم مية بجانب بقى بطولاته وملاحم عظيمة عملها الجيش المصري. طيب تعالي نرجع للوضع الراهن. الأمريكان عاوزين اتساع رقعة الصراع، ما هو لو اتسعت رقعة الصراع هتبقى مصيبة على المنطقة، مصيبة على المنطقة يعني مفيش بترول، مفيش بترول يعني أمريكا ما عندهاش ترلملم. ما هو النهارده لو لا قدر الله اتسعت رقعة الصراع جنوبا وشرقا وشمالا وغربا، هيبقى فيه بترول؟ مش هيبقى فيه. هتعمل ايه؟ هيرفع ايده. لكن هو باعت الحاملتين ليه؟ يخوفك ويهددك من ناحية، يرفع معنويات المجتمع الصهيوني من الداخل، يرفع معنويات الحكومة المتشددة العنصرية المتوحشة لهذا الاحتلال على صعيد ثالث، يحاول يقلق دول المنطقة ويقلق دول الجوار، يحاول حتى أن يقوم ولو بتهديد بعيد من بعيد بالإشارة لمسألة وحدة الساحات. ده السبب وراء وصول الحاملتين ما بين جيرارد فورد وما بين يو اس اس ايزنهاور. خلونا نروح لفاصل وهنرجع نكمل الكلام. هنيا له الشهادة. مفيش وصف لحجم الدمار اللي احنا فيه. زهرة هي شايفة معها ورد مسجدها. طيب اهلا بكم اولا وبدايه، قبل ما نبدا في مناقشتنا مع ضيفنا العزيز خليني اقول لك انه نشرت صحيفه الاهرام في صدر صفحتها الاولى انه بكره الحد باذن الله هناك كلمه للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه صدور العدد 50,000 للجريده. فخامه الرئيس بيعرب من خلال هذه الكلمه المنشوره عن تقديره واعتزازه بمهنة الصحافة ومؤسسة الأهرام العريقة واللي صمدت في قلب الأحداث تقريبا 148 سنة من وقت تأسيسها يوم 27 ديسمبر 1875 وحتى الآن. طبعا لا يحتاج المشاهد ولا تحتاج المشاهدة مني أن أنا أقول لكم أكيد إحنا محتاجين أن إحنا نقرأ بكرة بإذن الله، ممكن يكون العدد خلاص دلوقتي أصبح موجود لدى الباعة والمكتبات زي ما بتقال، نقرأ بمنتهى التدقيق كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبة. خليني هنا أنتقل بيكم لفقرتنا الأولى تحديدا، لدينا ضيفين. إحنا هنتكلم في الجزء الأول عن الاستمرارية في توحش الجيش الاحتلال والكيان الصهيوني واللي بدأوا يمكن في ليلة أمس ما أطلقوا عليه الهجوم البري على قطاع غزة، محاولة عزل غزة قدر الاستطاعة، نهينا أنها أصلا تحت الحصار بقالها أكتر من 16 سنة، ثم تستدير أيضا لاقتحام الضفة الغربية. ضفنا داخل الاستوديو بكل الترحيب الدكتور جهاد الحرازين المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، منورنا ووحشني قد الدنيا. أهلا بك أستاذ يوسف. كنت أتمنى أن إحنا نلتقي في أحداث تكون أكثر إيجابية من ذلك.
لكن هذا قدرنا، يعني قدر أمتنا العربية وقدر شعبنا الفلسطيني دائما بأن نكون في فوة البندقية أو في وجه العاصفة، دائما ندافع عن الحق، ندافع عن المظلمة التاريخية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل حالة التكالب من قبل قوى الشر التي هي تدعم هذا الكيان وتقدم له كل أشكال الدعم سواء اللوجستي أو العسكري أو المادي للقيام بحربه المجنونة بحق الشعب الفلسطيني. وهذه الحرب ليست بالجديدة ولكن قد تكون الأكثر شراسة، لأننا على مدار 75 عام متواصلة هناك كل يوم مجزرة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، هناك كل يوم اقتحام، هناك كل يوم اعتداء، هناك كل يوم استيطان، هناك كل يوم اعتقالات، بمعنى أن هذا الاحتلال لم يكف يده يوما عن الشعب الفلسطيني، بل يواصل عملية البطش متسلحا ببعض الإرادة الدولية وبعض الغطاء القانوني التي تشكل له الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية في محاولة لشرعنة كل جرائم هذا الاحتلال الذي لم يترك وسيلة أو جريمة إلا وارتكبها بحق الشعب الفلسطيني. دكتور جهاد، الكيان الصهيوني المحتل الأراضين العربية في فلسطين لديه حلم غير مشروع في إطار أو معنون بأنه تصبح الأرض بلا شعب فيحصلون هم كشعب بلا أرض على أراضينا المحتل. وأعتقد، صححني هنا بقى لو أنا غلطان، أعتقد أنه هم بيحاولوا قدر استطاعتهم أنه هذه الحرب الأخيرة تكون هي الحرب الأخيرة والنهائية لتحقيق هذا الحلم. يجي قرار الجمعية العامة في جلسته الطارئة امبارح بوقف إطلاق النار. هبدأ الأول بالمخطط المستمر وتصحيح مفهومي لو أنا غلطان على مسألة تحقيق هذا الحلم غير المشروع، ثم لماذا لم يتم وقف إطلاق النار بعد جلسة الأمس؟ يعني أعتقد بأن هناك منذ البداية الأيديولوجيا الصهيونية التي تقوم بالأساس على فكرة إسرائيل الكبرى أو القضاء على الشعب الفلسطيني أو التخلص من ما يوجد، ما لأنهم كانوا يدعوا بأنها أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وهذا من البدايات الأولى كان لقيام دولة الاحتلال أو وجودها على الأرض الفلسطينية، طبعا بدعم بريطاني كامل ودعم أمريكي ودعم أوروبي للتخلص من اليهود في الدول الأوروبية إزاحتهم إلى فلسطين. نتنياهو يرغب وقد صرح في أكثر من مناسبة بأنه يريد أن يصل بدولة إسرائيل إلى 100 عام، وليس عند، لأن عبر التاريخ لم تعش دولة لليهود أكثر من 80 عاما. صحيح. ولذلك هو يريد أن يتخلص من هذا كما نقول أو الصداع الذي يتواجد والمتمثل بالشعب الفلسطيني، لأننا عندما ذهبنا باتفاق أوسلو هنا بدأت الأيديولوجيا الصهيونية قد تقتل أو تصاب في مقتل لأنها لن تحقق حلمها الكبير. ما قبل ذلك كان نصر أكتوبر 73 عندما أعيدت سيناء إلى السيادة المصرية، هنا بدأ الحلم يتبخر، الحلم الإسرائيلي بدولة إسرائيل الكبرى بدأ يتبخر، ولكن لازال هناك البعض منهم يراهن بضرورة أن يكون هذا الحلم. ونتنياهو عندما عرض الخارطة في الأمم المتحدة في خطابه والتي شملت بالتدقيق شملت أجزاء سيناء وأجزاء من السعودية وأجزاء من العراق وأجزاء من الأردن وأجزاء فلسطين بأكملها وأجزاء من سوريا ولبنان، أي بمعنى أن هناك لازال المخطط يعيش أو يعشعش في أدمغة الحركة الصهيونية التي تريد استمرار مخططها بدعم من الصهيونية المسيحية الإنجليكيين الذين يريدون لدولة الاحتلال أن تعلو علو الكبير حتى تكون هناك المعركة الكبرى هرمقدون، ومن خلالها تعيد أو يعاد تشكيل العالم من جديد. وهذا ما كتبه صامويل هيمنغتون في كتابه صراع الحضارات، وتحدث هذا السياق في كيفية يجب أن تكون فقط السائدة هي الحضارة الغربية أو الحضارة الأمريكية بالأساس، وجميعا ندرك بأن إسرائيل هي ربيبة الولايات المتحدة. لذلك نتنياهو يرى بأن أمامه فرصة الآن في ظل حالة الضوء الأخضر الأوروبي والأمريكي بأن يحاول حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، لكن كان أوجه بمجموعة من القضايا المهمة جدا والتي يجب أن نذكرها هنا. أولى هذه القضايا أن لم تفاجأ بالموقف المصري الحاسم والحاد،
عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال لن نقبل بحل القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وكان المقصود جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية. لأن عود إلى الوراء يعني شيء بسيط، عندما جاء كوشنر سهرة ترامب وعرض خارطته بأن الدولة الفلسطينية أجزاء من قطاع غزة والبقية في سيناء والوطن البديل لأهالي الضفة الغربية هو الترحيل إلى الأردن أو إلى المملكة الأردنية. هذا الأمر الذي جوبه به نتنياهو منذ اللحظة الأولى بعدما صرح جنرالات الاحتلال بأن يجب على الفلسطينيين أن يخرجوا إلى سيناء، وقالوها بالحرف. بدأ الموقف الحاسم المصري والحازم الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وخرجت الملايين المصرية لنصرة الشعب الفلسطيني ولتقول بأن سيناء أرض مصرية، وتناغم هذا الموقف الموقف الفلسطيني والموقف الأردني، وأجمع هناك موقفا عربيا بأنه لا يجوز، فكرة التهجير يجب أن تتوقف ويجب أن لا تستمر. يخرج بعد ذلك نتنياهو يقول بأننا لا نرغب بالتهجير إلى سيناء، وإنما نريد إزاحة الفلسطينيين المواطنين من شمال غزة وغزة إلى الجنوب. ماذا يفعل في الجنوب؟ كل يوم هناك عمليات قصف متواصل في كل أماكن قطاع غزة، أي المناطق التي يتحدث بأنها مناطق آمنة هي مناطق تضرب وتقصف بشكل يومي، وهناك مئات الشهداء بشكل يومي في المناطق الجنوبية، أي بمعنى لما كان آمن في قطاع غزة، وإنما هو حاول بمناورة ذكية أو بمحاولة نوع من الخباثة أن يحاول أن يمرر مخطط، ولكن جوبها بموقف وجبهة عربية رافضة لهذا المخطط، بالإضافة للإرادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يتمسك بعدم الخروج من أرضه وعدم الخروج من منازله حتى في شمال غزة وفي مدينة غزة، لازالوا متواجدين المواطنين في أماكن أو في منازلهم التي تقصف على رؤوسهم. هنا بدأ المخطط يتراجع، لكن نتنياهو يريد أكثر من ذلك. عندما يتحدث نتنياهو بفكرة الحرب البرية، وهذا الأمر حتى يكون بإدراك الجميع، نتنياهو هو لا يستطيع أن يدخل بحرب برية كاملة بعد الاحتلال لقطاع غزة، لأنه لديه تجربة سابقة في عام 2014 لم يستطع أن يتقدم 100 متر في حي الشجاعية لوحده، وجنوده خرجوا ويولولون ويقولوا بأن نار جهنم قد فتحت من تحت الأرض علينا. هو يدرك حجم الخسائر التي سيتلقاها، ولكن نتنياهو يحاول أن يوهم أو أن يبيع إلى شعبه مجموعة من الكلمات الزائفة والمنمقة في محاولة تسجيل نصر على جماجم الأطفال والنساء الذين يستهدفهم. بهذا السياق نتنياهو يحاول أن يتلاعب بالألفاظ في وإطالة أمد العملية. لماذا إطالة أمد العملية؟ لأن نتنياهو يدرك جيدا بانتهاء العملية سينفرط عقد الحكومة ويستذهب إلى المسألة، وقد يذهب إلى المحاكمة ليسجن على قضايا الفساد التي هو متهم بها، ولذلك من مصلحته أن تطال أمد العملية. ولكن كيف؟ بقصف الجوي البري البحري مع بعض العمليات الصغيرة التي توغلات محدودة تقدم والرجوع لإيجاد منطقة عازلة لترميم ما دمرته المقاومة، سواء من بناء جدار، من بناء السلك الفاصل، من بناء تحصينات لجيشه على طول الحدود التي أسقطت المقاومة في هذا السياق. وهنا نقطة مهمة، أسقطت المقاومة نظرية الأمن الإسرائيلي صحيح. التي كانت تبيحة لبعض دول المنطقة وللعالم بأنها هي الدولة الأكثر تطورا تكنولوجيا، صاحبة الأمن السبراني، صاحبة التكنولوجيا العسكرية، سقطت أمام أسلحة بدائية وأمام مقاومة. ولذلك هذا الوهم الذي كانت تبيعه لدول العالم ولبعض دول المنطقة لم يعد له مكانا وسقطت من الداخل، ولذلك هو يبحث عن انتصار زائف ليرفع أو يعيد الهيبة لجيشه أو لجنوده. أنتقل أو ممكن ننتقل للموقف المصري الذي قلب الطاولة وصولا لقرار الأمم المتحدة. هذا الأمر في السياق، إذا تتبعنا الخارطة السياسية، مصر دخلت بأكثر من مسار في هذا الاتجاه، المسار الإغاثي والإنساني من خلال استنفار كافة مؤسسات الدولة واستنفار كافة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والبرلمان وكل المؤسسات
الدولة المصرية سواء الرسمية أو غير الرسمية أو المجتمع المدني استنفرت لتنقذ أو تقدم يد العون للشعب الفلسطيني، وهذا ما لمسناه في حجم المساعدات التي هي تتوقف أمام معبر رفح وتدخل ما بين الفينة والأخرى. القضية الثانية الإتيان بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش على معبر رفح، وهي كانت رسالة ذات مغزى أن مصر المعبر لديها من جانبها مفتوح، ولكن الذي قصف ودمر الجانب الفلسطيني هي دولة الاحتلال. صحيح. وسمع أصوات الانفجارات بأذنيه. انطلقت بعد ذلك اللقاءات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن في اليومين الأولين ماذا كان؟ كان الرأي العام العالمي جميعه ضد فلسطين، مع إسرائيل ضد الفلسطينيين، وكأنه العالم فقط صحي من سباته العميق ليرى هذا الواقع الذي جرى في يوم 7 أكتوبر، ولم يرى على مدار 75 عام ما ارتكبته حكومة الاحتلال، ولم يرى ما بعد ذلك. كان هناك لابد أن يكون مسارا سياسيا لكشف الحقيقة وإسقاط الرواية الإسرائيلية الزائفة والخادعة، والتي زورت وفبركت فيديوهات وصور حتى وقع رئيس أكبر دولة بالعالم بايدن في مثل هذه الخطيئة، في فخ الفبركة، في هذه الخطيئة، ووقعت أكبر وكالات وفضائيات أنباء على مستوى العالم في هذه الخطيئة لتخرج وتعتذر ويعتذر البيت الأبيض عن هذه القضية. وهذا لم يأتي بالصدفة، بل جاء بنتيجة جهد إعلامي عربي، وهنا أسجل كل التقدير لكافة الفضائيات العربية وسائل الإعلام العربية التي لم تترك لحظة إلا وكانت ناقلة للحدث. القضية الثانية الجهد السياسي والدبلوماسي، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع الرئيس ماكرون، وضع المستشار الألماني، رئيس الوزراء الأسباني بلينكين، وضع كل قادة أو كل من زار المنطقة وضعهم في صورة الحقيقة بأن هذا الحدث لم يأتي نتيجة عملية، وإنما جاء نتيجة تراكمات وانغلاق الأفق السياسي. صحيح. القراءة الأهم هي اجتماع مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أصدر مجموعة من القرارات كانت بمثابة الصاعقة للاحتلال ومن يدعم الاحتلال، لأن هنا رفع الكرت الأحمر، لا للمساومة، لا للترهيب، لا للترغيب. هناك خطوط حمر لا يمكن تجاوزها، وقف العدوان، تخلي المساعدات، إطلاق أفق، عدم تهجير الفلسطينيين، عدم حل مشكلة الفلسطينيين على حساب دول الجوار، والدعوة لعقد قمة إقليمية دولية. وهذا يضع تساؤل، لماذا قمة إقليمية دولية؟ أراد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون هناك حاضنة إقليمية ودولية للتحرك السياسي على المستوى الإغاثي والإنساني والسياسي، تحرك بهذا، وهذا ما لمسناه في القمة التي عقدت والتي حضرت 34 دولة بالإضافة إلى المنظمات الدولية، وكان هناك موقفا عربيا موحدا يجسد لأول مرة هذا الموقف العربي الموحد، والذي انطلق من خلاله من خلال قمة القاهرة للسلام وزراء الخارجية العرب ليلقوا في مجلس الأمن جميعهم كلمات على أعلى المستوى. طب هنا في النقطة دي يا دكتور جهاد، هل تعتقد أنه أو تدعو أو تظن أو تؤيد جولة أخرى أو نسخة ثانية من قمة القاهرة للسلام، خاصة بعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس وما خرج به من قرارات؟ أعتقد بأن هناك قد يكون شيء مغاير. أعتقد بأن لابد أن يكون هناك قمة عربية طارئة. لماذا؟ قمة عربية طارئة هي في ظل الموقف العربي الذي جسد بالأمس في الأمم المتحدة في الجمعية العامة، واتخاذ قرار والتصويت على المشروع القرار العربي وإسقاط مشروع القرار الأمريكي ب 120 صوت وفقط 14 صوت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبعض الدول غير المذكورة عن الخارطة على الخارطة الدولية التي تتلقى تمويلا من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر الذي جسد موقف عربي وجسد حالة من الحراك السياسي العربي القادر على تغيير المعادلة وتغيير الدفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ولذلك يعني أنا بالأمس كنت في أكثر من قناة
ده يجب علينا أن نتحرك بهذا المسار وأن نغتنم الفرصة بحالة الإجماع الدولي حول قرار عربي يرفع لمجلس الأمن فيما يتعلق بقرار الجمعية العامة. قرار أو المقصود من القمة العربية هي أن تكون قمة عربية تضع أمامها القضية الفلسطينية وتشكل لجنة من القادة العرب على مستوى القادة العرب ترأسها مصر بالإضافة المملكة الأردنية المملكة العربية السعودية ومن يرغب من الدول العربية للذهاب إلى الإدارة الأمريكية في واشنطن وبعض قادة الدول الأوروبية، لأن الذي يعطي الغطاء ويدعم الاحتلال هي الإدارة الأمريكية والتي هي تقول له توقف يتوقف، استمر يستمر. إذن إذا أردنا الحل الحل في واشنطن وليس في تل أبيب. لذلك إذا اجتمع العرب شكلوا في إطار هذه اللجنة على مستوى قيادات والزعماء العرب للالتقاء بالإدارة المدنية الإدارة الأمريكية ويوضع على الطاولة بأن كل المصالح الأمريكية قد تهدد في المنطقة، لم يعد لها مكان، الشعوب لم تعد تصبر على ما يجري من انتهاكات ومن اعتداءات ومن جرائم يرتكبها الاحتلال، ولذلك المطلوب هو حل الجذور القضية أو القضية حلها من جذورها وليس حل الأعراض، لأننا في قضية أعراض المرض في كل عام نحل الأعراض، ندخل إغاثات نعد تعمار وتأتي إسرائيل وتدمر مرة ثانية وهناك قتلى وشهداء وجرحى في كل مرة، كل عام يكرر مثل هذا السيناريو. إذن نحن بحاجة إلى حل من الجذور، هذه الحل يكون من الجذر وهو ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن حل القضية يجب أن تحل من الجذور وليس بحلول سطحية، بمعنى أنه إحنا تعالوا أنت يا إدارة أمريكية بتقولي حل الدولتين، الأوروبيين بيقولوا حل الدولتين، بنقول الشرعية الدولية القانون الدولي، طب تعالوا ننفذ، تعالوا نطبق وننفذ. الوحيدة الجهة القادرة على إلزام إسرائيل هي الإدارة الأمريكية، ومن يعتقد غير ذلك فهو مخطئ. هذه قضية واحدة الأمور التي يجب أن نعمل عليها استثمارا لما حققناه في الجمعية العامة، وسيكون المجتمع الدولي بأسره خلفنا في هذا السياق لحل حالة الصراع المزمن في المنطقة. ولذلك دعوة رئيس وزراء أسبانيا في قمة الاتحاد الأوروبي قبل يومين وقال لابد من عقد مؤتمر دولي للسلام. طب المنطقة الدول العربية والمجموعة العربية قدمت هذا الطلب منذ أكثر من عام في كل عام جمعية العامة، ونقول والرئيس أبو مازن ندعو إلى مؤتمر دولي للسلام ليضع قرارات ملزمة للطرفين وليست ملزمة للاحتلال فقط، ملزمة للطرفين وبرعاية دولية وفق أسس ومرجعيات دولية برؤية واضحة لآليات هنا آليات تنفيذية وفق جدول زمني حتى لا نخوض أو نذهب في التفاوض من أجل التفاوض وكسب وقت بمزيد من الاستيطان ومزيد من تهويد الأرض. هذا الأمر الذي نستطيع أن نبني عليه، لأننا خلال يومين سنجد بأن هناك قرار المشروع الأوروبي الذي سيطرح في مجلس الأمن تحت إدخال أو فتح ممرات إنسانية مساند لي حيكون بنفس صيغة الموقف العربي، ولكن قد يختلف في موضوع وقف إطلاق النار وفتح الممرات الدائمة. قبل أن ندخل معك في البرنامج تحدثت حضرتك في قضية حاملات الطائرات جيرالد فورد ويو اس جيرالد فورد وأيزنهاور. قضية هي ليست فقط أو فلسطين أو حماس أو لبنان أو سوريا، وإنما هي نقل الصراع من جنوب شرق آسيا إلى منطقة الشرق الأوسط. تنازع نفوذ الآن، يعني اليوم لأول مرة الصين تدخل أو ترسل 6 قطع حربية إلى البحر الأبيض المتوسط. القاعدة الروسية في طرطوس، إذن هناك بدأ حالة من يسيطر ومن يهيمن، علما بأن السياسة الخارجية الأمريكية الآن تذهب باتجاه حل عسكري في المنطقة حتى تعود لها هيبتها أو مكانتها في السيطرة على المنطقة وخاصة منطقة الشرق الأوسط، لأنها لم تستطع أن تنجح. القضية الأخرى فيما يتعلق بقضية تهجير غزة، هذا يعود أو يقودنا إلى قضية الممر التجاري أو الاقتصادي الهند الذي تم الاتفاق عليه في مجموعة 20 هند دول الخليج إسرائيل البحر الأبيض المتوسط. ده حلم منتهي خلاص، في مناقض لماذا؟ لطريق الحرير الذي طرحته الصين، ولذلك محاولة نقل الصراع من
جنوب آسيا إلى المنطقة. نقول كلمة أخيرة بأن الشعب الفلسطيني صامت ومتمسك على أرضه ولن يرحل من أرضه، وسيبقى مدافعا عنها مهما كان الثمن. رغم كل مجازر الإبادة التي ترتكب بحقه فهو متمسك بأرضه ولن يتركها ولن يعيد ما تم المرور به في عام 48 من نكبة جديدة. ولكن على العالم أن يصحو ضميره، وأولهم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، عليه أن يتحرك فورا للتحقيق واستدعاء قادة الاحتلال وإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال، لأن الجرائم شاهدة وموثقة وليست بحاجة إلى تحقيق. بما أنك قلت كلمة أخيرة فأنا أقول لك كلمة بعد الأخيرة، أنه مصر لا تقف فقط لمساندة ظهوركم وإنما بجانبكم كتف بكتف. أنا بشكرك جدا يا دكتور جهاد، كل الشكر ليك، وأشكرك أنك نورتنا وشرفتنا وخلتني أشوفك بعد كم سنة كانوا طوال حبتين. أتمنى أن احنا لما هنقعد تاني نكون بدأنا ناخد خطوات أكتر إيجابية جميعا كعرب إن شاء الله، ويمكن يبقى في وقت من الأوقات قعدتنا حتى وإن كانت إذا حصلت بعد شهور وتقابلنا تاني، طبعا عايز أتقابل قبل كده، نكون ساعتها بنناقش ما يحدث على الطاولة الدولية من إيجاد حل حقيقي وآليات لحل الدولتين. أشكرك مرة تانية. شكرا. الكاتب والمحلل السياسي الكبير الدكتور جهاد الحرزين، أستاذ العلوم السياسية، ولن أقول الفلسطيني بل العربي، ومن القاهرة دائما هنا فلسطين. هستأذنكم في فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم على ما يمكن أن تضعه ما بين قوسين هامين جدا، وهو اقتصاد الحرب. احنا هنا هنتكلم على اقتصاد سياسي، هنتكلم على اقتصاد الحرب، كيف تؤثر هذه المواجهات الحادثة الآن ما بين المقاومة الفلسطينية وما بين الاحتلال الصهيوني الغاشم على قطاع غزة على اقتصاد المنطقة بالكامل. هل اقتصاد المنطقة بالكامل مرشح للضرر الفادح؟ يجيب علينا في ذلك الدكتور محمد شادي الباحث في الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية. استنونا. أهلا بحضراتكم وكل الترحيب بالدكتور محمد شادي الباحث المتخصص طبعا بتعريف قد يبدو غير علميا بل شديد التخصص في الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية. منورنا يا دكتور. بنروح حضرتك أستاذ مشاهدي. يمكن كنا بنتكلم حتى قبل ما ببدأ فقلت اقتصاد الحرب وكيف تؤثر هذه المواجهات وهذه العمليات اللي بتحصل في قطاع غزة ما بين المقاومة من جهة وما بين الاحتلال الصهيوني من جهة على اقتصاد المنطقة بكامل. وحتى أنا كنت بطرح سؤال قلت هل في ظل هذه المواجهات واستمراريتها وطول المدة إن حدث لا قدر الله يصبح اقتصاد المنطقة نفسه مهدد وفي خطر؟ طيب بداية كده بس لازم نقول إن اللي بيحصل يعني هو حدث فارق في 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 في, في بلاش في تاريخ المنطقه في العشرين سنه الاخرانيين من المنطقه، لانه احنا دلوقتي عندنا لاول مره في العشرين سنه خلينا نقول الخمسين سنه الاخيره يبقى عندنا اتجاه واضح لحرب اقليميه شامله. ده بقالنا خمسين سنه ما شفناهوش، يعني من نهايه حرب اكتوبر احنا ما شفناش ده. لاول مره من نهايه حرب اكتوبر نبقى قدام حرب شامله من جميع الاطراف في المنطقه ممكن تحصل. وده ياخدنا بقى الإجابة على سؤال حضرتك، احنا مين اللي متأثر بالحرب الأول؟ خلينا نبدأ يعني جزء جزء كده. أول حاجة الاقتصاد الإسرائيلي، الاقتصاد الإسرائيلي مع أول يوم من العمليات بتاعت يعني الفصائل الفلسطينية في الداخل الإسرائيلي، يعني بدأنا نشوف انهيار سريع كبير جدا بشكل كبير للاقتصاد الإسرائيلي. شفنا انهيار للبورصة الإسرائيلية، شفنا انخفاض بشكل كبير جدا للشيكل، لدرجة إنه التقديرات الأولية اللي يعني اتعملت من مراكز كتير جدا ويعني بعضها يعني منحاز حتى للإسرائيليين، يعني بيقولوا انه مع الضربة الاولى دي الاقتصاد الإسرائيلي خسر ما بين 25 ل 30 مليار دولار. ده يعني تقدير اولي، هنشوف بعد كده التقديرات دي هتكمل ازاي. ده اولا. ثانيا الاقتصاد الإسرائيلي هيعاني بعد كده بشكل كبير جدا من ارتفاع تكلفة الانتاج، لانه الاقتصاد الإسرائيلي بيعتمد على العمالة الفلسطينية اللي جاي من قطاع غزة واللي جاي من الضفة الغربية علشان يشغلهم كعمالة منخفضة الأجر. العمالة دي بتقلل تكلفة المنتج الإسرائيلي وبتدخله الأسواق الأوروبية والأسواق الآسيوية بأرقام زهيدة جدا، بأرقام منافسة بالنسبة لي الـ 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 يعني الأجور بتاعة المجتمعات المتقدمة. فالمجتمع الإسرائيلي هو مجتمع كثيف استخدام التكنولوجيا
وعنده في نفس الوقت ايد عامله رخيصه اللي جايه من عند الفلسطينيين، هيبقى الموضوع بعد كده عنده صعوبه للغايه في الحفاظ على الايد العامله الرخيصه الفلسطينيه دي، لانه هيبقى عنده مشكله في اصلا في دخولهم بعد كده والترتيبات اللي هتحصل بعد الحرب، وبالتالي الاقتصاد الاسرائيلي متاثر بدايه. ثانيا، هل من متاثرين اخرين بشكل واضح؟ طبعا دول الطوق اللي هم الدول اللي بتحيط باسرائيل، احنا مثلا في مصر هنا متاثرين للغايه، مش بس علشان احنا يعني ربما نكون يعني منكشفين على الاحداث، وزي ما حضرتك شايف احنا كل يوم يعني حضرتك بتسمع الشارع بيقول يعني ايه اللي هو ناخد خطوه، وتصريحات الرئيس بتكلم عن يعني انه مصر قادره تحمي، ويعني الكلام اللي بيتكلم عن استخدام القوه المباشره في الصراع، مش بس عشان كده، لا علشان حتى لو القوه المباشره ما استخدمتش في الصراع، وان شاء الله ما تستخدمش يعني تحت اي ظرف، الا انه اجواء الحرب نفسها بتثير قلق المستثمرين. انت عشان يعني تبقى بتشتغل لازم الجو يكون هادي، فالجو مش هادي لانه في قلق في المنطقه، قلق كبير، وبالتالي الاجواء نفسها ما بتساعدش على الشغل، وبالتالي دول الطوق اللي هي اصلا عندها كلها ضغوط اقتصاديه بسبب ان هي الدول دي كلها بتستورد جزء كبير من طاقتها وجزء كبير من غذائها من الخارج، سواء لبنان، الاردن، فلسطين، طبعا معاهم سوريا، يعني الاربع دول بيستوردوا جزء كبير جدا من اكلهم ومن طاقتهم من الخارج، وبالتالي متاثرين بشكل واضح اصلا من الازمه اللي حاصله في العالم، سواء بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه او بسبب كورونا اللي رفع اسعار الغذاء واسعار الطاقه بشكل كبير. ده جاي يضيف عليهم، بالاضافه بقى لانه مصادرنا زي مثلا مصادر السياحه، احنا عاملين موسم خرافي السنه دي في السياحه، ربما تاثر بسبب الاحداث اللي حصل، لانه المقاصد السياحيه الشاطئيه الاهم عندنا هي في شبه جزيره سيناء اللي ملاصقه للموضوع يعني، ويعني يمكن شفنا امبارح استهدافات بسيطه ان شاء الله تكون عرضيه يعني في نويبع وفي طابا، وان شاء الله ما تتكررش تاني. ده ثالثا بقى، المنطقه ككل اقتصادها مهدد اذا ما شفنا السبب اللي حضرتك بتتكلم عنه اللي هو وحده الساحات ده. اذا شفنا الوكلاء الايرانيين بيشتركوا في الحرب بشكل مباشر هنشوف تهديد بشكل واضح وصريح وقوي لاقتصاد المنطقه. ليه بقى؟ لانه حضرتك كده شوف الوكلاء الايرانيين موجودين فين، هتلاقي في وكيل في لبنان، في يعني في جنوب لبنان، هتلاقي في وكيل موجود في اليمن عند مضيق باب المندب، هتلاقي ايران نفسها موجوده في عند مضيق هرمز، هتلاقي العراق فيها وكلاء، وهتلاقي سوريا فيها وكلاء في الجزء بتاع القنيطره والجزء المجاور لاسرائيل، فعمليا في تطويق لشبه الجزيره. بس كده، هذا الوكلاء دول كلهم بلا استثناء عندهم قدره على اصابه الداخل الاسرائيلي، حتى الحوثيين. يعني شفنا الاعلان بتاع المتحدث العسكري باسم الجيش المصري اللي بيقول انه طيران المسيرات الحوثيه قادره توصل لغايه طابا، وكانت ممكن تكمل طبعا جوه عند اسرائيل يعني. بالتالي ايران طبعا عندها مدى صاروخي بيوصل لغايه يعني بلغاريا من قاعده خرم اباد يعني، او كرم اباد في الوسط ايران، وبالتالي كل هذه الوكلاء يستطيعوا استهداف الاسرائيليين، بالاضافه الى ان هم يقدروا يعيقوا وصول النفط الى الاسواق العالميه، وده بقى المهدد الاكبر، لانه اذا كنا احنا اصلا في العالم دلوقتي عمالين نعاني من تضخم بشكل منفلت، العالم كله بقاله سنه او سنه ونص داخل في معركه مع التضخم عشان يقلل الاسعار، لو حصل إعاقة لوصول النفط سواء في باب المندب اللي بيعد منه 14% من النفط المحمول بحرا، أو في مضيق هرمز اللي بيعد منه 56% من النفط المنقول بحرا إلى الأسواق العالمية، هنبقى قدام يعني مش انفلات، هنبقى قدام قفزات على أزمة طاقة عالمية. بس كده، هندخل في أزمة تشبه وأسوأ، هي هتبقى من أزمة النفط في 73 لما المقاطعة العربية حصلت، لأنه المرة دي المرة الأولانية كان عندنا قرار إداري بوقف النفط، يعني الدول العربية بس في إيدي، بس كده هفتح وقفة. لا، المرة دي بقى ده احنا داخلين في منع مع قوة بتحارب على الأرض، يعني القوة اللي بتحارب دي اللي هو بيسموها يعني تجاوزا يعني محور المقاومة، القوة دي بتحارب وبالتالي عاوزة تعمل أكبر خسائر للي بتحارب، وبالتالي هنشوف ارتفاعات سريعة للغاية على أسعار النفط، ربما نشوف سعر نفط يعني في تقديرات أولية بنتكلم على سعر نفط يصل إلى 160 و170 دولار للبرميل.
اللي يحصل إيه لو التضخم ارتفع؟ كل ما نتحدث عنه في الأسواق الأمريكية من إنه الفيدرال الأمريكي اقتربنا إحنا من نهاية موسم رفع الفايدة، اللي إحنا بقى وإحنا بنتكلم النهاردة بنقول إيه؟ إن الفيدرال الأمريكي قدامه مرة يرفع فيها، هينتهي تماما كل هذا الكلام، هينتهي تماما، هندخل في دورة جديدة جدا من التجديد، هنشوف ارتفاعات فظيعة مرة أخرى أسعار الفايدة، ربما نشوف يعني 100 و150 و200 نقطة أساس بالإضافة اللي موجود دلوقتي، وبالتالي العالم بشكل عام وبالذات الدول النامية هتلاقي حضرتك دخلوا في مرحلة أخرى من ارتفاع الدين، مرحلة أخرى من صعوبة الحصول على التمويل، مرحلة أخرى من الفقر، مرحلة أخرى من التعطل وعدم الاستقرار المجتمعي. طيب في الفترة اللي فاتت ما بين كورونا أو يعني بداية من كورونا ذهابا إلى الحرب الأوكرانية، الفيدرال الأمريكي هو بيرفع الفايدة، فكان في الآخر خالص أن الاقتصاد الأمريكي مش متضرر قوي بقدر بقية اقتصادات العالم، أكبر المتضررين كان الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط مما لا شك فيه. لكن بالوضع ده مع عدم وصول النفط، هل هيصبح الاقتصاد الأمريكي أيضا في مرمى الضرر البالغ ولا لا؟ لا طبعا، وخبر حضرتك لو حضرتك اصلا لاحظت الفترات الاخيره من حكم بايدن، هتلاقي ان كان في ضغوط شعبيه كبيره جدا على يعني في تظاهرات، لو حضرتك فاكر تظاهرات عمال سائقي الشاحنات هتلاقي في تضرر من الشعب الامريكي من ارتفاع الاسعار مبالغ فيها للغايه. احنا بنقول ان احنا عندنا موجه ارتفاع ما حصلتش من 40 سنه، الموجه دي لو استمرت مع دخول موسم الانتخابات الرئاسية الأمريكية ومع الأداء السيء للغاية لإدارة بايدن اللي ظاهر على كل الساحات، ومع أنه المواطن الأمريكي حاسس أنه مضغوط في الداخل الأمريكي، في نفس الوقت المساعدات عمالة تتدفق على الدول بعضها غني للغاية، يعني متوسط دخل المواطن الإسرائيلي على متوسط دخل المواطن الأمريكي، ومع ذلك أنت بتدفع يعني عمال تدفع له مساعدات في يوم واحد قررته 13 مليار دولار مساعدات. وخبر حضرتك أنه قبل كده الإدارة الأمريكية في عهد أوباما يعني كانت استشعرت الحرج من أن هي تمنح مساعدات اقتصادية لدولة متوسط دخل الفرد فيها على متوسط دخل المواطن الأمريكي، وبالتالي نقلوا المساعدات الاقتصادية للشق العسكري وخلوا الأربعة مليار اللي إسرائيل بتاخدهم أو 3.5 مليار اللي إسرائيل بتاخدهم كلهم عبارة عن مساعدات عسكرية، ومدوا الموضوع العشر سنين، كانت المفروض تنتهي في 2019، اتجددت الاتفاقية تاني لمدة 10 سنين تانيين تنتهي في 2029، وبالتالي في حرج أصلا من كلمة مساعدة إسرائيل، وفي حرج شديد للغاية من أنه أبقى أنا مضغوط في وقت في مثل هذا الوقت وأنت عمال تدفع مساعدات. فتخيل حضرتك الضغوط دي بتزيد، اسعار الفايده بتزيد. انا عاوز اقول لحضرتك واحنا بنتكلم دلوقتي، واحنا بنتكلم يعني كده من اسبوع بلومبرج اصدرت تقرير بتقول فيه انه احنا قدام اكبر حركه توقف ما بين المواطنين الامريكان عن سداد قروض السيارات من اول الازمه الماليه العالميه، وبالتالي خد بال حضرتك انه كمان التوقف عن السداد دوت ده هيسمع في القطاع المصرفي اللي كان اصلا بيعاني معاناه شديده وقت الازمه الروسيه الاوكرانيه، لما شفنا حركه الافلاس بتاعت السبع بنوك الامريكان واللي توقفت لما الفدرال الامريكي تدخل وضخ يعني اجراءات عشان تعزز السيوله وهكذا. وبالتالي احنا لو حصلت استمرت هذه الموجه هنشوف تداعيات واسعه جدا على النظام المالي والقروض العقاريه كمان بس وهكذا، فنرجع لازمه 2008 واحنا خبر حضرتك ان ده اصلا حصل معانا في الصين، يعني واحنا بنتكلم دلوقتي احنا عندنا يعني تاني اكبر شركه، انا بس الاسم تايه من دماغي يعني اسمها حاجه جاردن كده، تاني اكبر شركه عقاريه في الصين توقفت فعلا عن السداد. وبالتالي عندنا سوق صينيه مضطربه، عندنا سوق امريكيه مضطربه، في اي وضع يحصل فيه ارتفاع الاسعار الفايده او استمرار الارتفاع الاسعار الفايده هنشوف بشكل واضح تماما انهيار الاقتصاد العالمي، ربما نشوف ازمه زي ازمه التضخم الركود التضخمي اللي كانت حاصله في الثلاثينات اللي هي ازمه الكساد الكبير. طيب ده هياخدني على مساله انه الرئيس النهارده انا في رايي كان بيتكلم على رؤيه اقتصاديه معينه مستقبليه فيها انه سيناريوهات هذه الحرب أو سيناريوهات الأزمة، لأنه قال جملة مهمة جدا، قال إحنا عايزين نعمل اكتفاء ذاتي للمجتمع بالكامل مش بس من الصناعة، وبالتالي أعتقد كده معناها أن الرئيس بيقول لنا سيناريوهات الأزمة قد تمتد، قد نشاهد أو نجابه أزمة اقتصادية أشد ضراوة من الأزمتين السابقتين.
ان شاء الله ما يحصلش، لكن ده طبعا سيناريوهات قائمه ويعني امر حضرتك ان هي مرجحه بشد. يعني شوف حضرتك مثلا تصريحات النهارده الحكومه الاسرائيليه، رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الاركان كلهم بيتكلموا بشكل واضح تماما ان الحرب دي مستمره وهتستمر لشهور. يعني الكلام واضح تماما، يعني احنا مش بنقول هنخمن، يعني مش بنقول كده، لا كلام واضح تماما ان الحرب هتستمر. والحرب هتستمر معناها انه في ضغوط كبيره جدا على حماس. حماس يعني واحده من اضلاع محور المقاومه. ايران لن تسمح بسقوطها، لانها لو سقطت حماس او تعرضت لخسائر ضخمه للغايه بدون تدخل باقي اعضاء المحور ده، ايران تفقد شرعيتها في بين اعضاء المحور. وعشان كده حضرتك هتلاقي في كلام واضح جدا النهارده برضو الرئيس وزير الخارجيه الايراني كان بيصرح بيقول انه برميل البارود على وشك الانفجار. كان هو قال تصريح قبل كده قال انه المنطقه كلها بقت على برميل بارود. النهارده قال انه برميل البارود على وشك الانفجار. وبر حضرتك كمان انه في تقارير كتير جدا صدرت بتقول انه في خلافات عميقه للغايه بين حماس وبين حزب الله بسبب عدم يعني اشتباك حزب الله بشكل واضح. وبالتالي احنا عندنا كلام عن انه سيناريو اللي انا بقول لحضرتك عليه ده قد يحدث، وقد يحدث بشده. هنشوف فعلا يعني وحده السحاب بتحصل. هنشوف ضرب من العراق، هنشوف ضرب من سوريا، هنشوف ضرب من حزب الله هو شغال فعلا، هنشوف ضرب من الحوثيين وكان حصل فعلا لكن ما وصلش، وهنشوف ضرب من ايران بنفسها. وبالتالي احنا قدام سيناريو ممكن يحصل. وبالتالي لو احنا بقى شايفين ان ده ممكن يحصل وشايفين ان احنا ممكن ندخل في ضغوط جديده، الازمه الروسيه الاوكرانيه علمتنا وازمه كورونا علمتنا، اعمل حسابك بقى. واحنا فعلا اشتغلنا الفتره اللي فاتت، واحنا فعلا اشتغلنا الفتره اللي فاتت كويس جدا بالذات على ملفات يعني الجيزه بالذات يعني. وده اللي على فكره ضغط علينا جدا. يعني لو حضرتك جيت تشوف الاقتصاد المصري بكل موضوعه بكل حاديه هتلاقي مؤشرات الاقتصاد المصري كلها خضراء فيما عدا مؤشر الاسعار ومؤشر الدين. ومؤشر الدين المفروض ان المشروعات بتاعتنا كانت هتبدا تجني ثمارها في ظل الاقتصاد العالمي المستقر، نبدا ندفع منها اللي احنا اقترضناه عشان نبنيها بيه. والحاجه الثانيه هي مؤشر الاسعار بتاعه الجيزه اللي مدفوع بالجيزه، لانه 42% من وزن الاسعار في مصر بتتاثر بالجيزه. وبالتالي الجيزه هو الاساس الرئيسي او هو الاساس الفعلي لاستقرار المجتمع المصري. وعشان كده هتلاقي الرئيس مع اللي حصل وتوسع للغايه في مشروعات الانتاج الزراعي بشكل واضح لغايه اول امبارح كان مجلس الوزراء بيجتمع وبيرفع قدرته على التخزين بمنح الوكالة الفرنسية للتنمية مشروع لإضافة 600,000 طن، قصدي صوامع، يعني تاخد 600,000 طن من القمح ومن الحبوب بالذات يعني في المستقبل. عندنا 8 مجمعات لوجستية منتشرين على المحافظات. وزير التموين بيفتتح كل يوم واحد فيهم بحيث ان احنا نوزع السلع على فتح البورصة السلعية علشان يقلل الأسعار ويخلي فيه منافسة أكتر في السوق. المشروعات الزراعيه اللي اتعملت قبل كده، مشروع ال 100,000 صوبه زراعيه ومشروع توشكا الجديده وخلافه ومشروع النهر اللي قصدي الدلتا الجديده شغالين علشان وهنبدا نحصد منهم السنه دي ان شاء الله، ناكل القمح بتاعهم. كنا اخذنا جزء السنه دي ان شاء الله، يبقى نبقى قدام القمح بتاعهم. وبالتالي الازمات علمتنا. وحتى هتلاقي حضرتك ان الدوله يعني رب ضره نافعه. الدوله الاداره المصريه كانت مشغوله قوي بملف تطوير البنيه التحتيه وخلافه، لانه يعني احنا كان عندنا فتره انعدام للتنميه 15-20 سنه فاتوا. يعني جت الاداره مع الازمه انتبهت ان ملف الصناعه وملف الاستثمار فيهم عوائق اداريه. الاطار اللي بتشتغل فيه الصناعه والاطار اللي بتشتغل فيه الاستثمار صعب للغايه. الرئيس وصل لدرجه انه يا جماعه لو في، وده طبعا يعني تعبيرات شديدة تحمل في مفهومها انه احنا يا جماعه هنقطع ده. يا جماعه الاجراء المعطل ننهيه، لدرجه ان الرئيس قال يا جماعه لو لقينا مصنع مخالفات اداريه بسيطه يا جماعه ما نقفلوش، مش ده الوقت قفل، نحلها ونسيبه يشتغل بس كده. طب اللي اتقفل قبل كده اداري يا جماعه مبادره ابدا تحله، وهتلاقي مبادره ابدا جمعت 4500 مصنع اشتغلوا عليهم عشان يحلوا مشاكلهم. جزء كبير جدا، انا بقول لحضرتك يعني انا شفت ده بعينيا، جزء كبير جدا منهم اتحل مشاكله وما زال الباقي شغالين عليه وهكذا. فالازمه اللي فاتت رغم ان احنا عمالين، عارف حضرتك احنا عمالين نخرج زي ما بيقولوا كده، نخرج من حفره نقع في حضيره، وكله مش بايدنا. يعني الاداره المصريه دلوقتي كان مين يقول ان ممكن يحصل حدث زي ده في بين 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 غزه وبين اسرائيل. وبالتالي احنا قدام يعني ازمات عماله تتقاذفنا، لكن كل مره بنتعلم وكل مره بنطلع اقوى من المره اللي قبلها.
يا رب. بص انا بتفائل لما بتبقى موجود، وبعدين لانه كلام بتاعك دايما هو بيخاطب المنطق لا يخاطب العواطف، فانا بشكرك جدا دايما على تلبيه دعوتنا المتواضعه لحضورك الكريم. كل الشكر ليك، كل الشكر دكتور محمد شادي الباحث المتخصص والكبير في الاقتصاد او علم الاقتصاد السياسي. لازال لدينا كلام كتير، يمكن هتمشى شوية أنا ودكتور محمد شادي، حابة هسأله الأسئلة اللي ما لحقتش أسألها في الفقرة، لعلني أأتي إليكم غدا إن شاء الله لو كلنا العمر يعني، ويبقى عندي شوية إنسايتس زي ما بيتقال، شوية أفكار نقدر نتناقش فيها. حالا يكون موجود معاكم كريم رمزي، وإحنا لو كلنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة. سلامات.